بقول لحضرتك السؤال الثاني، لو تكلم الامام البخاري في الحديث والامام الذهبي يقدم كلام مين يا سيدنا؟ البخاري. طب حضرتك لماذا لم تؤيد البخاري في حديث وما ترددت في قصد عبدي؟ ايدت الذهبي في هذا الحديث يعني. اقول لك شيئا. اتفضل. ما البخاري الذي تكلم في الرجل فقط ولا الذهبي؟ هناك ائمه كثيرون اخرون. وبعدها اذا قلنا البخاري يقدم على الذهبي هذا كلام اجمالي. لكن ليس معنى أن كل مسألة إذا قلت العالم الفلاني أعلم صح أعلم، لكن ما يمنع أن الأدنى ينتقد الأعلى. فليس فقط الذهبي الذي تكلم، إنما تكلم عدد من العلماء ومتن الحديث ساعدهم، متن الحديث ساعدهم، بس من هذا الباب.